إذن لدى المركز الروسي أسبوع من اليوم لتنفيذ قرار الرئيس بوتين الذي اتخذه بالأمس، قرار أو طلب اعتبرته صحيفة لوموند الفرنسية غريبا. بوتين يريد من الدول التي سماها بالمعادية الدفع بالروبل الروسي مقابل صادرات الغاز الطبيعي. الإعلان تسبب في ارتفاع أسعار الخام في أقل من يوم، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي لوحده يستهلك 40% من صادرات الغاز الروسي. في هولندا قفز سعر الغاز، حيث المؤشر القياسي في أوروبا بنسبة 34% قبل أن ينهي اليوم ارتفاعه بنسبة 9%. كما ارتفع سعر برميل نفط برنت بنسبة 5% ووصل إلى مستوى تاريخي مرتفعا إلى 121 دولارا. وزير اقتصاد ألمانيا رأى أن هذا القرار يرقى إلى عدم احترام عقود التسليم المحددة سلفا. كذلك الأمر لشركة الغاز الفرنسية إنجي التي يتم اختارها بدفع تغيير عملة الدفع، فعقودها تنص على دفع قيمة الغاز باليورو. فعلا رؤيا، مسألة هذه العقود قد تكون معقدة للغاية وحساسة، خصوصا أن عقود توريد إنجي مع غاز بروم تمتد من عام 2006 إلى عام 2030. وعن هذه العقود يقول مارك أنتوان الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عن قرار بوتين: يمكن للروس أن يحفروا تدريجيا قبور عقودهم طويلة الأجل. ما يثير الفضول حول هذا القرار أيضا أنه في حالة الحرب تتمسك الدول بمدخولها من العملة الصعبة كاليورو والدولار، خصوصا أنه تم تجميد نحو نصف احتياطيات بنك روسيا المركزي، أي حوالي 300 مليار دولار. لكن ما يحصل الآن هو العكس. قد يكون تفسير ما يجري هو أن روسيا تجبر مشتري الغاز منها على تغيير عملاتهم إلى روبل لدفع عملتها نحو الاستقرار. سنتأكد من ذلك أكثر بعد قليل. يمكن أن تكون المدفوعات بالروبل أيضا وسيلة للتحايل جزئيا على العقوبات المفروضة على روسيا، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي. على أي حال، فإن بوتين يقول الخبراء يخاطر بتعزيز حالة انعدام الثقة الحالية في البنوك الأوروبية، وينفذ ضربة اقتصادية وسياسية انتقاما للعقوبات الاقتصادية التي يحضرها بايدن، التي فرضها، ويفرض المزيد من بروكسل حتى عندما يعود. Знаете, мне трудно сказать, я, к сожалению, плохо разбираюсь в этом. Ну, вы знаете, на мой взгляд, очень хорошо повлияло, а результаты мы с вами увидим чуть позже, я думаю. Так что пока считаю, что положительно.